هلأ الوحدة إذا حكت كلمة الحق وما بتحب الضرر للناس بتكون هبلة وما بتفهم يامو؟ شو قصدك ولا كريمة؟ يعني نحنا ما بنفهم وأنت اللي بتفهمي؟ لا عن جد صار بدك قص لسان. والله يا ست حكمية أنا لساني ضابطته بحلقي، بس العطرة على لسانه فلتان وبده قص وما بيحب الخير للناس. شو عم بتقولي ولا كريمة؟ لا عن جد صار بدك ترباية؟ ولك أنا كم مرة فهمتك إنه حكمية أكبر منك وما بيصير تردي عليها جواب؟ كم مرة؟ لك أصلاً أنتي صايرة مثل مطيعة شرشوحة. هلأ أنا شرشوحة يا مو؟ وستين شرشوحة كمان. ليش أنا شو عملت؟ الله يسامحك العمى؟ مطر شو صاير لها؟ لك كل ما بتحكي كلمة عن بيت أبو عزام كأنك عم بتسبي على عائلتها. يو حكمية؟ لك ليكونوا كاتبين لها شي لهالبنت؟ والله بصير يا مرت عمي، والله بصير. ليش لا؟ هدول جماعة ما بيخافوا الله. ولي على قلبي كنا بمراد صرنا بمراد وكريمة. يا حبا بكرة بس تجي زهرية بدي إلا تروح لعند أم عبود وتشوفها، لأنه كريمة بعمرها ما كانت هي. أكيد كاتبين لها كتيبة أكيد. أي والله يا مرت عمي ضروري تقولي لزهرية لتحكي مع أم عبود منشان كريمة. ولا قل لك ما رح أستنى زهرية لتجي، لأنه بركي ما أجيت. أنا رح أحمل درب طريقي وروح لعندها ومنروح سوا لعند أم عبود. بس اوعك اوعك جبري يطرى. اعوذ بالله مرت عمي انقطع لساني اذا بفتحت امي بشي كلمه. بعدين هاي الشغلات بتخص النسوان، شو دخل فيها الرجال؟ بري عليك يا حكميه، شنو بدنا نخلص من قصه بيت ابو عزام؟ بدنا نخلص من هالسيره بقى. ان شاء الله مرت عمي ان شاء الله، وحياه عينك لنخلص منهن عن قريب. خبرية حلوة من على بكرة الصبح، مو هيك جميلة؟ إيه لا حلو لا بتنسمع أختي. علوة كانت هطت لي على كريمة علوة، لكن زرغطت زرغوطة سمعت الحارة صوتي، بس لأن قالت لساني بده قص. ليش أنتِ شو حكيتي معها؟ ما حكيت شي، بس قلت لها لو ما مطيعة عاملة شي أبيح مع خطيبها ما كان طلقها. بس هيك حكيتي؟ إيه بس. الله يصلحها، ليش هيك عم تحكي؟ من دودها مني أختي من دودها، يبعت لها حمى شو صاير لسانها فلتان علي. لا تتدخلي فيها، اتركيها ولا عاد تحكي معها. ايش ولا احكي معها؟ ايه انا رح اتسبب لها بقتلها، فيش غلي فيها. حرام اختي. ايه حرام جلدها عن عظمها. يا ريت عربي طلقها لكن زوجتك يا اختي. انت شو عم تحكي اختي؟ وليش لا؟ عربي شاب زنجيل وابن عمه لزوزي. لا اعوذ بالله اختي، الله يهنيها فيه يا حق. ايه الله لا يهني فيها يا حق. شربي قهوتك. معه حق اخي مراد. شو دخلوا عابد ليطلق مطيعاه؟ وليش هيك عم يكبرها معهم؟ يلا خليهم يتربوا شوي وبعدين انا برجع له اياها، بس بعد ما يتكسر راسك يا ابو عزام. ذكرتيني فيك يا نظميه، والله طولتي علي كثير وصار لازم اتجوزك. قديش صار عمرك هلا؟ قديش؟ لما سافرتي كان عمري 15 سنة، هلأ غايبة عني صار لي 5 سنين.
يعني صرتي أحلى ملاك وأحلى صبية. أنا لازم أبعت مكتوب لعمي أبو فرزة تيجي على الشام، لازم. مكتوب على جبين، لازم تشوفه العين يا مطيع. هي أنا الله كتب لي أتجوز، خلفتي تكون كلها بنات. جوزي يحلف علي يمين بساعة غضب. بس أنت لك أختي لسه ما تجوزتي ولا جبتي بنات حتى يطلق. بوس إيدك لا تبكي، هاي هي الحياة، فرحة بنكدة بدنا نعيشها. تقبريني لا تبكي متي. فوت لشوف، فوت القبر. طلعوا لشيت والله جابك لعندي. روق ابو خنجر روق، شعني جاي لعندك برجلي. ايه شو جاي تحكي بعد اللي عملته معنا ولا تنسى؟ روق يا ابو ضاي انت الثاني، روق. ما رح روق لتقلي ليش انا قتلت من بين كل الناس. هو علينا، شو صار لك؟ احكي لشوف ليش قتلت مع اهل حارتك. احكي انت، قلت اهل حارتي يا اخي، اهل حارتي. شو يعني اهل حارتك؟ لك شو شلون اهل حارتي؟ بدك ياني وقف مثل المسطيشة وما قاتل مع اهل حارتي وهيك لا حس ولا خبر؟ اي والله كلامه صح، مدوزن يا اخي مدوزن. انت قلت بعد ما تلسانك يا بضاي. ايه بس هاي ما خرطت مشتي بنوبه، ما خرطت مشتي بنوبه لك قسام. لك اذا ما قتلت مع اهل حارتي راح يشكوا ويعرفوا الشيء اللي بيني وبينها. ايوه شلون لقيت كلامه لك محشوم؟ ايه والله كلامك مزبوط، وهي رح تشفع لك من القتله. بدك تعمل لي قتله ولك ابو خنجر؟ لا والله عزمك على سيرة. ايه ما حبيتها منك وما لها مدوزن بنوب. شو بنا لك قسام، اقعد لشوف اللي شو صار بحارتك بعد القتل اللي نقرتن اياها انا عود. وانت ساوي لنا شاي. قوم انت ساوي شاي لك ابو خنجر. لا يا محشوب لا، عم اقول لك اياها بالمونه وقويه. شو بك ما حلوه منك هي يا بي. لك الحكي. شباب شو صار لكم؟ اذا الشغله مشان ابريق الشاي انا بعمله. الله يسلم هالايدين، زد لنا السكر شوي قسام. عود يا بي عود. عود خلصني. عود الله يلعن الشيطان. الله يلعنه 100 مره. تعي. ما عم اسمع غير شيء بيسم البدن. ايه طولي بالك. تفضل تفضل جوا بنحكي. ليش خير؟ شوفي والله شغلتي لي بالي. اه يا سعد، اه عاد تطلق مطيعه. شو عابد طلق مطيعه؟ والله ما عم صدق اللي عم بسمعه. ايه والله هذا اللي صار يا ام سعده. ايه ستي بالناقص منه، وعلى شو شايف لي حاله؟ منين بده يلاقي مثل بنتك جمال واخلاق وتربايه؟ مسكينه التانية حظاتها شو قلال. المسكينة انكسر خاطرها، طوال الليل ما نشفت دمعتها من عينها. اي والله معها حق، الوحدة من هالصبايا ما بتصدق امتى تلاقي عريس لتشوف حالها فيه قدام النسوان. بس ولا يهمه، والله للاقي لها عريس تحكي فيه كل نسوان الحارة. لكن
عن جد عم تحكي يا ام سعدو؟ عن جد؟ اي لكان، اي ما في ام بالدنيا الا بتتمنى وحده مثل مطيعه كنا لها. الله يجبر بخاطرك يا ام سعدو مثل ما عم تجبري خاطرنا. بس انت طيبه خاطره حرام، وقلي لانه هالشي بصير مع كثير من البنات، يا بصير نصيب يا ما بصير. اخطي احسن ما تضل مهمومه حرام. والله معك حق يا ام سعدو، وانا هذا اللي رح اعمله. ما قلتي لي شو الخبر اللي بده يفرح قلبي؟ حاكم ناطف قلبي على شغله تروح الهم من قلبي. ام جبري يا ام عزام، ام جبري. شبه ام جبري ماتت؟ لك لا شو ماتت، اهي عزرائيل بيهرب منا. إيه لك كان شوفي قولي لي. امبارح عزمتني على الغداء على كباب بانواعها. ايوه، هل هذا الخبر اللي بيفرح القلب انك جايه اكله كبه من عند ام جبري؟ لك انا ما عم بحكي مشان الاكل، لك حوبه افهمي علي. لك مشان شو؟ انا عم اقول لك انه ام جبري عزمتني على الغدا لعندها، لك شبنا افهميها بقى. لك صحيح، اول امبارح قلعتك من بيتها، وامبارح عزمتك على الكبه. لك شو صاير لقعلاتها هي؟ خرفت؟ اي لا تقبريني، ام جبري بتوزع خبسنه وزكا عليكي وعلى الحاره كلياتها، بس انا فاتحتها بموضوع بنتك وبنتها احلام، وقلت لها انه لازم تبعتي لهم مصروف. لكن شو؟ ايه وشو صار ام سعدو؟ قولي. ليش فكرك انا نايم لهم عليها ولا قسام؟ لا والله ماني نايم عليها. ايه شو اعتمدت رح تساوي؟ بس من اجا معلمي ابو صباع من حوران رح تشوفوا العجايب يا حاره اهل الفرن. شو رح نشوف؟ عم حاكيك لك والله رح تشوف العجايب، لك العجايب وحياة راسك يا قسام. وانت كمان رح تفوت معهم ولا محجوب؟ والله ما بعرف، اذا بقيت بالشام وما سافرت لحلب بدي ادخل معه. ايه لك؟ ايه انا برايي سافر على حلب. ليش بقى خاي؟ شنو ما بدي اياك تفوت بهالمعمكه، لا انت ولا ابو خنجر. خايف علي ولا مستصغرني ولا قسام؟ لا يا بضاي، بس هي الفوت كتير كبيره عليكم انتو الاثنين، كبيره كتير. عرب لي اياها قسام، هي ما فهمتها. بنصحك يا ابو خنجر لا تفوت مره تانية علينا، لانه حكمت بيك عينه محمره كثير منك. مين حكمت ابو خنجر؟ لك هذا اخو لمراد وجبري. قلت لي. قل له شو بيشتغل ابو خنجر؟ قل له. شو بيشتغل؟ كني انا ما بعرفه. لك لا، هذا واحد هيك شغلته فراطه، يعني بيشتغل بالسرايا بالحكومه، شو بعرفني. هلا هو هيك بيشتغل ابو خنجر؟ لك شبنا ولك قسام؟ هلا انت ليش عم تخوفني منه؟ اصلا هو شقفة موظف لا بيربط ولا بيحل، ولا لا هو ولا كل عيلة ابو جبري شايله من ارضها شيء. الك ان تصطفي وذنبك على جنبك. صباح الخير يا مو. صباح النور. شو شلون صاروا رجليك؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله ماشي الحال. وين ابي؟ راح على الحاره الثانيه، قال هنيك في فرن راح يسأل صاحبه. إيه الله يوفقه يا رب. آمين. وأنا كمان رايح دوري على شغلة تانية، أحسن ماني قاعد بالبيت مثل الحريم. مو لتتحسن رجليك وتقدر تمشي يا مو؟ لا يا مو بقدر أمشي، ومنه كمان بحرك حالي، والله مليت بالبيت. رضاي عليك يا مو، إذا شفت عزوز بالطريق لا تعلق معه، تركه، الله بيحاسبه. لا يا مو لا، ما راح أحكي معه. أصلاً مو حرزاني مشان هيك واحد توقف تكي بالكركون. روح الله ييسر لك وينور دربك. صباح الخير أخي. أهلين صباح النور. مطيعة جهزت الرزات؟ ايه يا مو، نقعتهم وحطيتهم بالواقع. شكري يا مو، عندي طنجرتين كبار، تاخذ لي اياهم لعند عمك ابو صالح المضيق. باخذهم، ليش حتى ما اخذهم؟ جهزيهم يا مو قوام، جهزيهم. حاضر يا مو. ساوي لك شيء اخي؟ لا لا تساوي لي شيء. زبطي شعراتي. يا مو وين بقى؟ ليش ما عم ساعدوكي؟ ساعديه عند اختها لطفية. تيسر يا مو تيسر. ايه يلا هلا انا وطالع باخذ طناجر معي. السلام عليكم. الله معك، الله يحميك. طلقها طلقها يا مو؟ ايه والله يا حرام، طلقها لهالمسكينه. يا حرام شو معليه؟ ايه والله يا حرام شو معليه؟ لك ما لها عملت له شيء. يعني هيك يا مو من الباب للطاقه فاتوا حلف عليها الطلاق؟ لك ايه مثل ما عم قلك، الله يصبرها يا رب. ايه والله ابي ليشمت شماته غير شكل بعيله ابو عزام. ايه والله، والله بكره ابوك ليشمت فيهم شماته عشبه. الله يستر ما يفضحهم بالحارة كمان. يا مو إذا فضحهم بالحارة بدها تكبر بيناتهم. ها ليش أبوكي فارقة معه؟ جناب مثل طناب. هتقلي له يا مو؟ لا حقله ولا يقلي، يصطفى ليدرة لحاله. إيش بدي بهالسيرة أنا؟ جيتي مرت عمي؟ لا رحت.
شو بك ريمة ليش عم تبكي؟ ما في شي مرت عمي، بس على جبري عصب منها شوي وقام ضربها. جبري ضرب كريمة؟ وليش بقى شو عملت له؟ شغلة بسيطة مرت عمي، شغلة بسيطة. هلا قلي لي انت شو صار معي؟ شفتيها لزهرية؟ لك رخري هيك يا لك مرت عمي. ليش ضربت اخوك يا مو؟ ما بعرف. لك ليش ضربت؟ ما عملت شي. هلا بشوف، هلا بشوف. قليلي لشوف شو عملت للأخوة لحتى ضربها؟ لا تزعلي مرت عمي، ردت بوش أخوة جوان. شو؟ ردت بوش أخوة؟ ما بعرف مرت عمي، أنا كنت بغرفتي أنا وجبري وطلع لي غسل ونادى لكريمة، ما بعرف شو بده منها. طيب وشو صار بعدين؟ ما سمعت اللي غير صوت عياطه لجبري، وانت بتعرفي لما يعصب مرت عمي، فات على هالغرفه وطلع الخيزرانه وراح لعند كريمه ونزل فيها ضرب. كان عم يقول لها انا وليه عم تردي جوابه بشي قاوله؟ اذا ردت بوش اخوها بتستاهل القتله لك. وانا يا مرت عمي اكلت نص القتله وانا عم دافع عن كريمه. والله سترني ما اجتني شي ضربه على بطني، كان راح الببو يا مرت عمي. وانت كمان الله يهديكي، يعني بطنك لحلقك، شو بدك بهيك فوتي؟ اي والله ما هان علي جبري يضرب كريمة، تقولي انا اللي عم باكل القتلة مو هي. معلش تستاهل، عشان تتعلم تاني مرة ما ترد بوش اخوها. شي حلو والله، من ايمتى كانوا عنا الصغار يردوا بوش الكبار؟ ولك انا اللي اسمي امه ما بقدر رد كلمة بوشه. بقى شلون هاي الفصونة؟ خليها خرج الله لا يقيمها. تعالي ما تعمي قولي لي شو صار معك مع ام عبود. عادي لاحكي لك، عادي لقيمها الملاية. الله يسامحك يا جبري، الله يسامحك، قرت لي جسمي من القتل. انت عم تتوجع؟ ليتني انا اللي اكلت القتل ولا انت. بعيد الشر عن قلبك يا حبيبتي، بعيد الشر. بس جبري ما دخله، كل الحق على العقربة مرته. عمت انا ما احب انا مرت عمك، انا بحبك الك. تاي يا حبيبتي تاي، وانا بحبكم. حملنا لك ضرب طريقنا انا وزهريه بعد ما شربنا القهوه، ورحنا لك لعند الام عبود. وعيونك تشوف هالام عبود يا حكمي. شو قالت لك مرت عمي؟ مرة واصله واصله. لك تصوري انها بتعرف كل شيء عنا وعن بيت ابو عزام، لك وعن مرات. احكي لي مرت عمي احكي لي. يي 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 على الحكي اللي قالت لي، يا كلام بكشش البدن. ليكي شعر بدني وقف لما بتذكره. يا لطيف على هالسيره، قال بيت ابو عزام يا ستي كاتبين لنا كتيبه، كاتبين لنا كتيبه لكل اهل البيت. بس هلا هي وعدتني انه تفك السحر تبع مراد بالاول. مبينه مرت عمي مبينه. ايه ما في غير بيت ابو عزام يلي الله لا يوفقهم. هي معزام كانت كل ما تجي لعنا تلف على كريمة هي وخيرية، أتاري عم يشتغلوا فيها ونحنا ما عنا خبر يا مرت عمي. الله لا يوفقهم ولا يقشعهم الخير بجاه الحبيب محمد. آمين. الله لا يوفقهم. لك على كل اللي عم أقول لك يا ولك محشوب، إذا كنت خايف لهالدرجة من حارة أهل الفرن، قوم بسرعة درمن على حلب. شو هاد عم تساوي هو؟ أنا ما بخاف إلا من ربي لك أبو خنجار، وما رح سافر لحتى يجي أبو سباع. لك يا حبيبي أبو سباع مطول ليجي، شنو بده يشتري حنطة وشعير بده يجيبه لهون لسه؟ يعني مطول مطول قصته. قد ما طول أنا عم بستناه ليجي، لأنه كل جيتي عالشام شان شوفه حبيبي. شو بدك منه؟ ما بتعرف شو بدي من أبو سباع لك أبو خنجار. هلا إذا الموضوع مشان تعطيه حق الحنطة، هات المصاري أنا بحاسبه فيهم ولا يهمك. هنا حق حنطة لك أبو خنجار، نحن من إمتى بناخذ من عندكم حنطة؟ يعني بحلب حنطة منوزع للشام كلها وحوران كمان. إيه صحيح، أبوك ما أخذ حنطة من عنده. لك وبعدين شو في بين أبوك وأبو سباع ولك محجوب؟ ها اللي شو في؟ ما بتعرف شو في؟ لا والله ما بعرف. أحسن خليك ما بتعرف. أيوه يعني ما بدك تقلي؟ لا حبيبي لا، هذا السر، السر ما بينحكى عنه خنجر. أيوه قلت لي سر لكان. إيه شو عليك؟ خليك بحالك، بس من أجا أبو سباع أسأله على اللي بينه وبين أبي، الله يرضى عليه. ايه ماشي، بس من اجى ابو سباع من حوران راح اساله على بين ابوك وبين هذا بالطين. الله من جديد بدي اسالك، شو بيشتغل هذا حكمت بيك بالسرايا؟ قل لي لك اخوي. لك انت شو بدك بالقصه؟
شو بدك بنص هلا؟ يامو. يامو بدي احكي معك بموضوع. احكي ياما عم اسمعك. يامو بدي شوف بناتي عفاف ودلال، والله رح يطق قلبي على شوفتهم. والله معك حق يا بنتي، بس شلون بدك تشوفيهم اذا المنظوم جوزك عن بنته ما سأل؟ وهي المنظومة بجبري قالت لأم ساعده انه بدهم يبعثوا خرجية لبنتك. ايه لهلا ما شفنا شيء، بقى شلون بدنا نبعث نقول لهم بدنا نشوف البنات؟ بس والله انا كمان من حقي شوفهم يامو، هدول بناتي بالدين والشرع والقانون. والله كلامك مزبوط يا امي، بس ما شفتي اخر مره جبري شو عمل بابوكي؟ قلعه وما احترم شيبته، وخايفه اقول لاخواتك يروحوا يعلقوا مع بعض. والعمل يامو والعمل، والله وقت الجد بروح انا بجيبهم غصب عنهم. لا ايوه شو تروحي انتي؟ بركة أنا بقول للداية أم ساعده تقلن أنه بدنا البنات نشوفهم شوي. وبركة ما رضيت أم جبري يامو، تعرفي قديش حقودة ولئيمة. ساعتها بيحل الحلال. بركة أنا بقول لأبوكي بلاقي طريقة تشوفي بناتك فيها. الله يرضى عليك، الله يجبر بخاطرك يامو. تسلمي، ليش أنا مناطف قلبي عليهم، والله اشتقت له. شو؟ اسمع مظهر، بدي اعتروح على القهوة تقول له بكري يكون عندي هون المساء عاوزه. خير جبلي افندي، في شغلة عم ترسمها مشان الجماعة؟ في شغلة إذا زبطت رح تهزون هز. جبلي افندي، شو هي الشغلة عم ترسمها؟ المساء بتعرف، المهم هلا بدي له لبكري ما يتأخر علي بالليل ويجيني بتياب مرتبة. اوف، وليش بقى؟ بدكم تروحوا على شي جهة جبلي افندي؟ اعمل مثل ما عم اقول لك وبس. أمرك جبلي افندي، أنت بتأمر. صحيح شو مشان شكري؟ ليش سوى شي بعد ما طلع من الحبس؟ لا بس عم قول لحالي برقدن اجا وبده يرجع يشتغل بالقهوة، شو لازم نعمل؟ ما بعتقد شكري يرجع على القهوة، بس إذا صاروا سواها بدلوا لبكري يستقبله منيح، بس ما بيشغله، بيقول له ارجع لعندي بعد كم يوم لبي ما يسألني. ايوه إيه أنا ماني مصدق إمتى بكري يضربه لشكري ويكسر له شوكته بالحارة. راح تصير، طول لي بالك، كل شي بوقته حلو. مو مساوي اللي عم قلك عليه. يلا بوشك على القهوة. حاضر معلم، أنا رايح دغري على القهوة. وإذا جد أي شيء بتلاقيني بالبيت. مش معلم، خاطرك. ولا لك استنى، يلا بنمشي سوا. شرد معلم. إيه خيرية، أنا رايح على السوق، بدك جبلك شيء معي؟ شكري وصفت لي الداية عشبة بدي استعملها، بدي جيبها من عند العطار. تكرم عينك أختي، قومي يلا جيبيها. عندي شوي منها بالأوضة، هلأ بجيب لك إياها، بس معك مصاري؟ لك شو؟ والله يا خيرية، أنت بتعرفي البين الغطا، يعني شكري يا دوب. هي قومي أختي، قومي قومي يلا. يا ما أنا معي قرشين رح أجيب لك إياها. لك أمي شبك شو صار لي؟ خلاص الله 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 غانينا. روحي روح، الله ييسر لك ويرزقك بجاه الحبيب محمد. شلون شفت لي هالطيرة بخنجار؟ الله يسامحك يا قسام، مانك شايفه كبير ومهرش، لك حتى اسنانه هاري. قلتك غدروني فيه؟ طب انو غادرينك فيه ولاطشينك فيه كمان، ليك جناحه شلون منسل، شوف الناب برجله شوف. لك انا شو كان بدي بهالشغلة؟ اخ لك الله يسامحك، انا كم مرة قلت لك بس بدك تشتري طير حاكيني بنزل معك على سوق الحمام بلاقي لك طير لقطة. والله انك قلت لي، بس انا شو بيعرفني، كنت ماشي بهالسوق قمت شفته عجبني اشتريته. الله يسامحك، نزلت لي مثل اللي بديش الفلتان على السوق، بلشت تلقي الطيور على كيفك، شو بفهمك بالطيور انت؟ شو بفهمك؟ والله معك حق ما بفهم بالطير، اخي بدك مني شيء؟ وين رايح؟ على هالبيت. والطير؟ اخي حلال زلال عليك، مبروك، سلام عليكم. وعليكم السلام، بكره بتبحر بناكله انا وياك كسام. هاي شيء فخامي. لك محجوب؟ ايوه. شوف لي هالطير. شو قصته هالطير ابو خنجر؟ هلا اخذته من قسام، هلا كان عندي، هذا للذبح. ابو خنجر إيه؟ حط عينك بعيني. ها شو الدبارة من الاخير؟ الدبارة من الاخير؟ اخي هذا الطير ما اشبه شيء، إيه؟ طير غالي وحقه فيه كمان. بس قلت يعني بيستفاد لي برشين من قسام، عرفت شلون؟ بتبح له كم طير من الطيور العساكر اللي عندي وهذا ببيعه برشين حلوين، بنستفاد اخي بنستفاد. هيك احكي لك كان. إيه؟ هيك طيور حقها مو قليل بالسوق انا بعرف. ما في اخت اخته بسوق الحمام كلها، عرفت شلون؟ وليش سويت له يا للزلمة حقه قشرة بصلي لك؟ لك انت شو بدك بيع القصة ولك محجوب؟ قلنا لك بدنا نستفاد برشين، خلصنا بقى شيء.
لسه بدي منه اكثر من هيك. انا مصاري روح كفي طعم العمامات اللي هني. بس هالحكي حرام لك ابو خنجر. لك خلصني بقى خلصني روح. يا سلام. بس يا مو انا ما رديت له جواب لجبري، هو اجى وضربني بدون سبب ولسه بترد بوشي. اهلين يا مو. عليكم السلام. عزبك شي لسه مصروف الرقبة يا مو؟ لا تقبرني، لا ما عم تعزبني. قومي روحي على المطبخ قومي. حاضر يا مو. رحتي اليوم لعند زهرية يا مو؟ ايه رحت يا مو رحت. بدها يعني بشغلة بتخصها. يا مو ليش هي ما اجت لهون؟ ليه لا تعزبك يعني وتروحي لاخر الدنيا؟ معلش يا مو انا قلت لحالي يعني هيك بغير جو البيت شوي. تأمري على راسنا يا مو. انا فايت على اوضتي ارتاح شوي على اذنك. تقبرني خد راحتك. خليني شو هالحكي لك عربي؟ تعرف اني ما بسمح لحدا يمد ايده على كريمه، فهمت ولا ما فهمت مراد؟ روق ابن عمي روق. ما رح روق، وبتقول لجبري يحترم ابن عمه وابن خالته وصهره كمان، احسن ما تفقع براسي. ها روق لك عربي شو بدنا شيء؟ ما رح روق حتى شوف كريمه رايقه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلص بشوفك المساء وبنحكي بالموضوع. مشي خاطرك. مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. إذا كان قسام عم بيطير مال أبوه بالحمام والصرف عليك على أساس أنت عم تحميه من عدوه تجي بتاكله ماله لك أبو خنجار. أنا ما عم باكله ماله ولا شيء ولك محجوب. أنا بزماني خادمه 100 خدمة لقسام، منفذه من كاس قتلة بالحارة، كل قتلة أكبر من الثانية، يعني عم معرض حالي للموت مشان حضرته. هي مو حقها مصاري هي. قلي قلي إيش حقها هي لك أخوي؟ لك حقها مصاري بكفي عم فوته على حارتنا أنا وعم دافع عنه. بس كمان أنت عم تستفيد منه. شو عم بستفاد بالله؟ على اللي عم يجيب لك أخبار حارته لعندك. هي حقها مصاري ولا لا؟ أخي حقها مصاري حقها مصاري، بس انا من يوم رايح ما عاد بدي اياه، لا بدي اياه يراقب الحاره ولا بدي اياه يشتغل معي. اخي بدي اشتغل لحالي. انبسطت هيك سيد محجوب؟ ايه انبسطت منيح. ايه ومن يوم رايح راح تشوف شو راح يساوي ابو خنجر بالحاره عنده. وايش راح تساوي حبيب؟ والله لك اركبك اركبي لا لا بفواني تحتاني. شوف يا محجوب. ايه بنشوف. تعي اذا كريم مساوي تلاش الشغله كبيره فاخوه جبري بيمون عليها وبيمون على رقبتي انا. شو عقلك عربي؟ فكرني انا بعرف شي يعني؟ حقك ابن عمي حقك. قاعد بالشغل لا فوتي ولا طلع. بس روح شوف اخوك جبري شو عم يساوي بالناس وشو ساوي بكريمه. فشت خلق. فشت خلق ومو قاصد من وراها شي. ليش كريمه فشت خلق لك حكمات؟ ابن عربي شو بدك يعني اعتذر منك وقول لك حقك على راسي؟ يا اخي حقك علينا كلنا. بس بدي اعرف شو ساوت كريمه حتى اكلت قتلي. مو لا اعرف انا اول. والله يا معزام يمكن دورت ثلاث ارباع الفران الموجوده بالشام ما حدا رضى يشغلني. شيء عند اللي بكفيه وشيء بده حويصه وشيء بده شباب مو ختيار مثل حكايتي. ايه بس انت معلم بالكار معلم. كلامك مزبوط بس همة الشباب غير شكل. هاي ابنك عزام اول فرن شافه شغله عنده. ليش؟ لانه معلم وشغيل. طيب والحل ابن عمي شو بدك تعمل؟ والله عم اقول لحالي اعمل بسطة هون بالحارة وجيب كعك من الفرن وبيعهم وهيك بعمل لي قرشين فيهم. بسطة؟ يو ما لقيت غير هالشغلة ابن عمي؟ ايه بسطة. ليش شو فيها؟